وهذا سائل يقول: وجبت علي كفارة يمين في بلدي، فهل أطعم 10 مساكين هنا في مكة؟ وما هو مقدار الإطعام لكل واحد؟ وهل تجزئ القيمة عنه؟ نعم، أطعم المساكين سواء في مكة أو في بلدك أو في أي مكان، أطعم 10 مساكين في أي مكان من المسلمين، وكل واحد له 1.5 كيلو من الطعام، 1.5 كيلو من الطعام، يعني 15 كيلو على 10 فقراء. نعم.